طبعا سلمى بفقرتنا الأخيرة، وعم نحكي اليوم عن كل الأمور يلي بتخص فصل الشتي وكل الجو يلي بيناسب فصل الشتي. اليوم كمان رح نحكي عن قعدتنا بالبيت كيف ممكن نقضيها، مثل ما قلنا كنا عم نقول سلمى أنا وياكي مصاري ما في، كورونا مليانة الدنيا، جو الشتي ورجع من جديد، فكيف فينا نقعد بالبيت بطريقة مريحة، كيف فينا نغير من نفسيتنا ونغير ديكور البيت طبعا بدون تكلفة كتير كبيرة أو بدون تكلفة حتى، نغير هذا الديكور بالأشياء الموجودة عنا بالبيت بالألوان اللي نحنا منحبها وبتلائم نفسيتنا وممكن إنها تغيرها. كل هاي المواضيع رح نحكي عنها بالتفصيل مع المهندس المعماري عامر البزنس. صباح الخير. سهل صباحك يا رب. صباح أهلا وسهلا الخير. فيك، يسعد صباحك وأهلا صباحك وسهلا يا فيك. رب. صباحكم دفى. يعني بداية دايما الناس بتسأل إنه في ألوان معينة الواحد بالشتاء بيحسها بتفرق، بتعطي صحيح. هيك طاقة معينة تماما. للبيت وبتغير الديكور بشكل عام بتفاصيل صغيرة كتير، خلينا نبلش ونحكي شوي عن ألوان الشتاء. تمام. هلا مبدئيا بداية نحن الألوان بشكل عام كثير بتأثر بحياتنا بشكل يومي. هلا بغض النظر عن حرارة اللون، نحن مثل ما بنعرف كل لون له نوع حرارة معينة، فأنا ضمن الدائرة اللونية بتنقسم لقسمين، ألوان باردة وألوان حارة. الألوان الحارة أو اللي بنسميها بمصطلح ثاني الألوان النارية، هي تبدأ بالبنفسج المحمر وتنتهي بالأخضر المصفر. هي درجات الألوان كلها نحن لما بندخلها ضمن التصميم الداخلي لأي مكان أو لأي فراغ رح يعطيني شعور أول شيء بالدفى خاصة بفصل الشتاء، الارتباط المباشر بالنار. هي بالمرتبة الأولى كألوان نارية. المرتبة الثانية بتجي عندي الألوان الترابية، وهذا الأكثر شيوعاً عالمياً لأنه الالوان الترابيه هي اكثر، يعني خلينا نحكي انه هي اكثر تقل او اكثر فخامه، فنحن بنلاقي انه اغلب البيوت اللي فعلا بنفوت نحن بنرتاح فيها بنحس انه باحساس دفى، وبنفس الوقت البيوت حلوه بتكون هي عباره عن الوان ترابيه. يعني بنلاقي مثلا ممكن يكون لون الجدار بيج، ممكن يكون لون الكنب مثلا بني، ممكن ندخل حتى الالوان الخريفيه اللي هي نفسها كنا عم نحكي عن الالوان الناريه اللي هي اللون الاصفر، اللون الاورانج، اللون الاحمر، كلها ممكن ندخلها ضمن هالفرش المنزل هذا. فدائما ارتباط اللون بوظيفة الفراغ كتير مهم، خاصة انه انا بدي اعرف هذا الفراغ اللي انا هلا عم بفرشه، هل هو فراغ راحة ام هو فراغ طبخ او هو فراغ طعام ام هو فراغ نوم. فانا بنفس الوقت اللي انا عم بهتم باللون بدي اهتم بطاقة هذا اللون او اللون شو عم يعطيني رد فعل. يعني انا لما بكتر لون احمر بفراغ المعيشه هذا الشيء بيعطيني طول الوقت اني انا ضايج، طول الوقت معصب، ماني مرتاح بالفراغ، مع العلم انه هو مكان راحه بالاساس، يعني هو مكان راحه العائله. فانا ما بيجي بقول انه انا حالغي هذا اللون، لا ما بلغيه، بخليه موجود لكن بقيم يعني محدوده، ممكن يكون بالوسائد الكنب، ممكن يكون مثلا بقطع صغيره موجوده حنحكي عنها بالتفاصيل، حتى ممكن احنا من خلال النبات الزينه نستخدم النبات الطبيعي نكسر اللون الاحمر باللون الاخضر. تمام. كثير من السيدات بيحبوا وبيعتمدوا الاكسسوار المنزلي ويمكن بيتنافسوا من الاكسسوار عندها تمام. احلى من الثاني. اليوم مع ارتفاع هي الاسعار ما عاد فينا نشتري شغلات بقيمه كثير كبيره، صحيح. بدنا الاكسسوار يلي بيناسبنا وبيناسب جيبتنا او حتى ممكن نحن نصنعه بالبيت تمام. وبيزين المكان. كيف؟ تمام. هلا نحن بدايه يعني اهالينا وستات البيوت دائما عندهم عاده انه نحن لما بنقلب بين فصل الصيف وفصل الشتاء مباشره لازم نغير ديكور البيت، اكيد، سواء لحتى نظبط السجاد او لحتى لاي موضوع ثاني بجوز راحه نفسيه، وهذا الموضوع كثير مهم. نحن يعني اهالينا ممكن اخذينا عاده عن اهاليهم، بس هي اذا بنجي فيها نحكي فيها معماريا هذا الشيء كثير صح، لانه نحن بفصل الصيف بنرغب نبعد الشمس قدر المستطاع عنا او عن الفراغ اللي نحن عايشين فيه، على العكس تماما بفصل الشتاء. وهذا الشيء بشكل طبيعي موجود يعني موجود بسبب المكان او المكان الجغرافي اللي احنا فيه بسوريا. الشمس لها حركه خاصه فيها بين فصل الصيف وبتفرق عن فصل الصيف عن فصل الشتاء. فبنلاحظ انه بفصل الشتاء بالواجهات الجنوبيه غالبا بتكون الشمس عم تدخل لمسافات اكبر ضمن المنزل، فانا لازم استفيد كثير بشكل كثير كبير من هي الاشعه الشمسيه اللي فاتت عندي حتى تدفي الفراغ بشكل طبيعي. فانا لازم هون لما اعيد ترتيب المنزل كاي سيده تعيد ترتيب المنزل لازم تاخذ بعين الاعتبار انه هالواجهات هي اللي عم تدخل منها الشمس قدر المستطاع ما نحط قدامها اي حاجز. ممكن يكون الحاجز بسيط كثير وعباره عن كنب ضخم شوي، هذا الكنب عم يسبب انه يحجز الاشعه الشمسيه تفوت لداخل المنزل، فهذا الشيء كثير غلط. هلا من ناحيه الاكسسوارات هون بقى بنفوت بموضوع الاكسسوارات وكل سيده شو بتحب تعمل، لازم يكون البيت دائما على اعلى طرز. هلا الفكره انه نحن مو دائما كل ما ارتفع ثمن القطعه او الاكسسوار فهو حيعطيني جماليه، لا ابدا.
انا بالنهايه بدي اوصل للوحه متكامله، يعني انا لما عم بحكي بفراغ معيشه، انا ما ممكن اجيب مثلا فاز او اجيب شيء حطه يكون ثمنه باهظ وما له علاقه بالاساس، قد ما كان ثمنه مرتفع فانا حيطلع عندي كثير بشع ضمن الفراغ. فانا كثير مهم عندي بالمرتبه الاولى اني انا اعمل هالفراغ المعيش او فراغ النوم او اي فراغ ثاني ضمن المنزل اعمله كلوحه فنيه متكامله. ممكن تبلش بتفاصيل كثير بسيطه وكثير خفيفه، مثل ما قلنا يعني انا اغلبنا بالبيوت عندنا هو الفرش الصوف او الصوف تبع الخروف، فانا بوجوده احيانا بمكانه الصح بيعطيني لوحه كثير حلوه، بيعطيني شيء تكمله، عنصر خلينا نقول هو عنصر مكمل للفرش الموجود عندي. احيانا ممكن بعض سيدات البيوت بتحب تغير الوجه تبع الكنب، يعني بتلاقي حاطه مثلا نوع حرام جديد او شيء بيعطي لون اضافي وبنفس الوقت بيعطي دفى. هلا هذا الشيء نحن ممكن نعتبره اذا وضع بشكل خاطئ نعتبره شيء خاطئ فعلا ويعطي شيء بشع كثير، بشوه المنظر تماما. بس انا اذا نحط بطريقه يعني طريقه كثير مدروسه صح، اللون المحطوط مدروس مع لون الستائر، مع لون السجاد، مع لون الكنب، حتى مع لون المخدات بيعطيني عنصر كتير جميل. واغلب البيوت او اللوحات اللي بنشوفها على الفيسبوك او على اي وسائل التواصل الاجتماعي بنلاقي دائما في صور عم يحطوها، فبنلاقي دائما وجود هذا الشال اللي نازل على طرف الكنب، هي الشيء المحطوط على وجه الكنباية، هذا الشيء بس مدروس بطريقه صحيحه عطى جماليه تكامل مع اللوحه ككل بفراغ المعيشه. فهي وحده من الشغلات اللي ممكن فعلا سيدة المنزل تلعب دور فيها، وخاصة إذا كان في يعني أنا عندي مثل ما قلنا إنه في عندي شيء أساسي بالبيت ممكن عيد تدويره من فصل لآخر، اللي هو مثلاً اللي مثل ما حكينا الصوف. أنا ممكن حتى وهي كتير موجودة بالأسواق، اللي هي عبارة عن بساط مكون من جدايل من أقمشة قديمة، يعني أنا بوصل هالأقمشة القديمة ببعضها، ممكن يكون بواقي ثياب صيفية، ممكن يكون أي شيء، بوصله ببعضه بعمله على شكل جدايل. أي الجدايل بتعطيني بساط كتير شكله كتير حلو، ووجود هذا الابساط مع بلون الوان طبعا مكمله مثل ما حكينا للون الموجود بيعطيني في شيء كثير كثير فعلا حلو بيكون. كمان خلينا نحكي شوي عن يعني اعاده التوزيع الداخلي للديكور، انت حكيت عنه انه هو له كثير اهميه تماما، وخصوصا دخول الشمس للبيت وكثير تفاصيل ثانيه. اليوم بعض السيدات بيحبوا مثلا نمط معين بغرفه القعده، بيحبوا يكون جنب الصوبيا او ما الى ذلك، انت شو بتلاقي خليني اقول تنظيم الديكور اللي هو بيناسب الشتاء تمام بشكل كبير، وممكن تضيف له هي قطعه ملونه معينه من الالوان اللي حكيت عليها. تمام، هلا نحن اذا نبعد شوي عن الالوان نحكي كتصميم كديكور داخلي، نحن بفصل الشتاء الهدف الرئيسي لنا نكون دفيانين، يعني بكون الفراغ اللي نحن قاعدين فيه دفيانين، وهي حاله الدفى بدها تكون صباحا ومساء وخاصه مساء. هلا صباحا ما بظن حدا فينا بينزعج اذا قعد ضمن الشعاع الشمس، يعني ضمن لما الشمس تدخل للغرفه ما بظن حدا بينزعج، بالعكس بتعطي شعور كثير حلو، شعور بدور عليها تماما، الكل بيدور عليها. فانا دائما مثل ما حكينا المرتبه الاولى اني انا احاول قدر المستطاع اي واجهه زجاجيه عندي، ممكن يكون شباك، ممكن يكون باب برندا، ممكن يكون اي واجهه زجاجيه عم تدخل لي شعاع ضوئي، انا لازم بعد اي شيء يحجب هذا الضوء عنا حتى لو كان نبات اخضر، خاصه بفصل الشتاء. هلا هي بالمرتبه الاولى. بالمرتبه الثانيه انا احيانا وجود يعني احنا بنعرف احيانا بنضطر ضمن التصميم نحط ستائر لونها غامق، هذا اللون مفيد شتاء كثير كثير مفيد شتاء. ليش؟ لانه انا اللون الغامق بشكل عام وحتى نوع الخامه الاقمشه الموجوده، يعني مثلا خامه الاقمشه المخمل لحالها بتعطيني احساس بالدفى، فانا وجود هيك نوع من الستائر، فانا اذا كان عندي ممكن بقلب احيانا بين الصيف وبين الشتاء بس بالستائر، انا ما عم غير، يعني بس انه فتح اللون بالصيف وارجع غمقه بالشتاء، هذا الشيء بيعطيني اكتساب اكبر للحراره، يعني بصير هاللون هذا بيكتسب حراره بشكل اكبر طوال فتره النهار ليرجع يعطيني اياها ضمن فتره الليل. كمان من نقطه كثير مهمه مكان وجود مثل ما حكينا الصوبيا او اي شيء، اي وسيله تدفئه، دائما انا بفضل وبحبز وهذا الشيء العالمي الموجود انه دائما تكون المكان التدفئه هي المكان المجاور للمكان عم تدخل لي بروده، يعني انا اذا عندي في نافذه فانا بحبز تكون الصوبيا جنب النافذه، لانه دائما عمليه حركه الهواء بتدفع لي الهواء الساخن اتجاهي وتبعد الهواء البارد عني لما تنحط بهذا الموقع. فدائما مثل ما حكينا وجود التفاصيل الخاصه بالشتويه اللي هي الصوبيا اللي هي السجاد بتحكم علي احيانا انه انا عيد الترتيب الفراغ اللي انا عايش فيه بشكل متكامل وكامل. وفعلا قليلا لاقي سيده يمكن ما بترجع بتعيد ديكور تماما البيت بفصل الشتاء، وبالنهايه كثير تفاصيل موجوده قدامنا نحن بنتمنى انه نغيرها، بس بيبقى دائما الامكانيه الماديه وامكانيه المكان والظروف اللي نحن موجودين فيها. بدنا نشكرك كثير عامر، وشكرا للمعلومات اللي قدمتها. شكرا لك، بنتمنى لك كل التوفيق.